بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم رسولا الذين آمنوا استعينوا
الدين بالصبر والصلاة. إن الله مع الصابرين. كما أرسلنا فيكم رسولا فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة المهتدون.
الصفا والمروة من شعائر الله. إن الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الله شاكر عليم. صدق الله العظيم. بشر الصبر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. أعز أخوة الإيمان والإسلام، استمعتم من آيات الليل بينات قد لا أعلم سامع حضراتكم من ذلكم العالم القرآني الكبير فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ إبراهيم عبد العزيز بركات القارئ المعروف والمقيم بالشوكة الحاجر التابع لمركز ومدينة حوش عيسى. أذيع لكم ولكم مكبرة الصوت الطول والفراش الحديث الكبرى ولؤلؤة السرادقات ومحطة الديزل المتنقلة حول أنحاء الجمهورية، ركبت وجهزت من مخازن ومحلات. الحاج ضيف العباسي، الحاج ضيف العباسي المقيم والمعروف بهذه البلدة العامرة، مرات السادة المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده.